رايحين ليه؟ اتفضل معانا. ولازمته ايه ده كله يا باشا؟ ما كنتوا كلمتوني في التليفون وانا كنت جيت لوحدي من غير الهوسه دي. هو انتوا مش معاكوا نمرتي ولا ايه؟ انا بنفذ الاوامر سيادتك. طب تسمح لي اغير هدومي؟ ما انا مش هروح معاك كده. اه طبعا، خد وقتك. في ايه يا رحيم؟ يا لهوي وريني احنا فين يا رحيم؟ فين يا رحيم بس قول لي. ما تخافش يا حاج. ما تخافش عن ايه؟ انتوا مش عارفين احنا مين؟ احكي لك كل حاجه الصبح واحنا بنفطر سوا. رايح فين بس يا رحيم؟ رحاب ما تلاقيش. يا نهار اسود ومالك باشا. انا هروح بعربيتي. يعني ما ينفعش طبعا. رجالتي لو شافوني راكب عربيه تانية غير عربيتي احنا هنزعل وانتوا هتزعلوا. يلا بينا. يا نهار اسود ومنيل. رحيم يا نهار اسود ومنيل يا رحيم. رحيم واخدينه على فين دول؟ انا عارف. هس 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 محمود. يلا بينا عشان نحصلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمًا. أنت لسه برضه بتلبس جزم إيطالي يا أحمد بيه.
وانا مش عايز اكتر من كده. صباح الخير يا دكتور عزيز. مدحت بيه ازيك عامل ايه؟ الله يسلمك. انا جبت لك العربيه. هي موجوده فين؟ في الشارع اللي جنب الصيدليه. طيب اسبقني وانا جاي وراك على طول. اتفضل. الامانه في شنطه العربيه يا دكتور. تسلم يا مدحت بيه تسلم. أنا جبت لك 1000 شريط أحمر. تمام. و1000 شريط أبيض. الله ينور يا دكتور. تمام؟ تمام. عارف أهم حاجة في الشغلانة بتاعتنا يا دكتور؟ يا مدحت بيه. إن يبقى عندك رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامجنا النهارده، ولسه معايا ضيفتي المنوراني دكتور داليا حامد، الدكتوره المتخصصه في اللايف كوتشنج. هنتكلم معاها عن موضوع حلقتنا النهارده وهو النيجاتيف ثينكينج او النيجاتيف ثوتس، وازاي نقدر نحول الافكار السلبيه بغيرها ايجابيه. هنستنى مشاركتكم وهنحاول نرد على كل اتصالاتكم واسئلتكم. دكتور داليا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. معانا اول اتصال النهارده من احمد من المنصوره. استاذ احمد اهلا بحضرتك. انا عاوز اعرف الاستاذه اللي معاكي دي قاعده بصفه ايه؟ دي دكتور داليا حامد يا فندم، دكتوره متخصصه في التنميه البشريه، لايف كوتشنج اللي هي التنميه البشريه. ايوه انا عارفها، المشكله اني عارفها كويس علشان كده بقول لك دي مكانها مش هنا. في ناس كتير بتشكك في دور التنميه البشريه والخبراء بتوعها. تنمية بشريتي؟ أنا فاهم وإنتي فاهمة أنا بتكلم فيه، ولا إنتي فاكرة إن إحنا نسينا إنتي كنتي إيه ومع مين؟ طب تقريباً الاتصال اتقطع. أستاذ أحمد حاول تكلمنا مرة تانية. هنكمل موضوع الحلقة مع دكتور داليا. دكتور داليا كنا بنتكلم في النيجاتيف ثينكينج وإزاي نقدر نتخلص منه. يعني إيه ما تعرفيش من ده؟ إنتوا مش بتاخدوا بيانات اللي بيتصلوا؟ أنا أسفة والله يا دكتور، المكالمات دي بتجيلنا كتير. داليا أنا جبت بياناته من الكنترول، بس لما كلمته تليفونه مقفول. ماليش دعوة يا لميا، أنا عايزة بيانات المتصل ده. بياناته معايا ما تقلقيش. ألو؟ اللي ما تقالش على الشاشة هيتقال براها يا ماما، والناس كلها هتعرف. ألو؟ ألو؟ في حاجة يا دكتور؟ لا مفيش حاجة. أنا كمان مستغربة زيك.
لما اشوفك هبقى اقول لك. اوكي باي.